كل سنة وحضراتكم بألف خير وصحة وسلامة، ويا رب يعني يكون موسم حج جميل السنة دي زي موسم السنة اللي فاتت الحقيقة، اللي كان مبهر الحقيقة في كل تفاصيله، ونجحت المملكة العربية السعودية في تنظيم موسم بدقة شديدة وبتنظيم هايل رغم وجود أكتر من 5 مليون حاج. السنة دي كمان بنتوقع أعداد كبيرة جدا من الحجاج سواء من الخارج أو من الداخل، وكل ما يتعلق بتنظيم الحج في كل تفاصيله عملية معقدة وصعبة جدا جدا جدا، لأنك تخدم محجاج بيت الله الحرام بهذه الأعداد الكبيرة في التوقيت القليل ده في أماكن محددة، عملية صعبة جدا جدا. أنا السنة اللي فاتت كنت من الحجاج، ويعني أول مرة أشوف طبعا بعيني، وغير ما بتشوف غير ما بتسمع، فبالتالي التفاصيل مهمة جدا في عملية تنظيم الحج، ومنها التفاصيل المتعلقة بسلامة الحجاج وتحديدا بالسلامة الغذائية للحجاج. انت عندك بيتم تقديم يوميا فوق 30 مليون وجبة ان ما كانش اكتر لخدمة هذا العدد الضخم من الحجاج، ودي عملية انت ممكن تشوفها تقول ايه ده بطوقين مشكلة بيقدموا يعني وجبات، لا دي عملية في منتهى الدقة وفي منتهى التعقيد، ومحتاجة أطقم بارعة جدا عشان تقدر في درجة الحرارة دي تأمن السلامة الغذائية لملايين الحجاج في درجات حرارة غير معقولة. يعني أنا السنة فاتت سبت موبايلي كده بس رجعت لقيته سايح من درجة الحرارة، فطبعا دي عملية تحتاج وجود كوادر متخصصة وكوادر كمان على أعلى مستوى، ومنهم الدكتورة مي تاج الدين، وهي أول طبيبة مصرية بتشارك في الإشراف على سلامة غذاء الحجاج مع وزارة الحج السعودية العام الماضي، والسنة دي كمان بتشارك من خلال طبعا تيم كبير كمان. فخلونا نرحب بيها ونسألها عن التفاصيل. بنرحب بالدكتورة مي تاج الدين، أهلا بيك. أهلا وسهلا، نورتينا. كل سنة وانت طيبة. وحضرتك طيب وبخير. كنت بتقولي لي وإحنا في قبل ما نخش حضرتك حجيتي السنة اللي فاتت كمان. الحمد لله معايا كمان، فده شيء جميل جدا. إن شاء الله بقى ربنا يكتبها لكل مشتاق. آمين يا رب. السنة دي والسنين القادمة إن شاء الله. في البداية بس عايز تعرف مع حضرتك، هو العملية دي قد إيه معقدة عشان الناس مش متخيلة بس لكن تأمين سلامة الغذاء ملايين الحجاج والمواطنين دي عملية بتمشي ازاي يعني عشان نتخيلها معاك؟ يعني انا في خلال 10 سنين شغل ده اكتر او اصعب مشروع انا شفته في حياتي. اصعب مشروع؟ اصعب مشروع. انا الخبرة كمان اللي شفتها في موسم الحج ما اعتقدش ان هي مماثلة ليها في اي مكان في العالم. ان يكون متواجد العدد الكبير من الناس بياكلوا في نفس الوقت في مكان صغير في ظروف حضرتك قلتها. درجة حرارة رهيبة. مش معقولة. مش رهيبة معقولة رهيبة. وهي دي واحدة من الحاجات اللي احنا لازم ناخد بالنا منها، درجات حرارة الأكل. فكان في ترتيبات كتيرة جدا عشان الناس توصل لها الوجبة السخنة السليمة قدامهم كحجاج. احنا بنعمل بقى في الخلفية يعني حاجات اعدادات كتير قوي. من اول المواد الغذائيه الخام احنا بنسميها من المزرعه للشوكه. يعني من اول ما نستلم المواد الخام للاعداد والتجهيز والحفظ والطهي والتقديم لحد ما الوجبه تبقى قدام الحاج، ده احنا اخر يعني خطوه بنعملها وهو بياكل. يعني لحد ما توصل للوجبه. طب حضرتك ازاي اشتركتي في الموسم السنه اللي فاتت السنه دي؟ ازاي جات لك الفرصه دي؟ انا كنت متواجده. هي فرصه جميله لخدمه الحجاج يعني. هي كان حلم حياتي. يعني انا كنت بحلم بالموضوع ده من وانا في الكليه والله. بس كان الموضوع صعب عشان دايما مشاركه الاناث كانت صعبه كست، وتواجدها خلال موسم الحج ما كانش شيء متعارف عليه. فانا شاركت في كاس العالم في قطر، كنت متواجده مع الفيفا كمفتشه. على الاستادات وهكذا. يعني في هيئه شافتني ان انا كنت موجوده في كاس العالم وشافت مشاركتي هناك. طبعا هو باختلاف اكيد يعني طبيعه الحدثين، ولكن الاثنين حدث طبعاً عالمي طبعا ضخمه. برضو فقالوا لي ان احنا هم عايزيني اكون موجوده بس في قطر برضو، وانا عارف ان هي عمليه معقده. ايوه. مش زي موسم الحج. لا لا خالص خالص. يعني هم كلموني. انا ما شفتش في حياتي زي موسم الحج وصعوبه كل حاجه فيها. لا لا ما فيش مقارنه. يعني انا كنت متخيله تمام هيبقى زي، لا لا مش زي كاس العالم، هو يعني مليون كاس عالم في بعض.
هي الفكره هما كلموني وانا موجوده في قطر. يعني انت واخده على الاحداث الكبيره، شاركتي في كاس العالم في قطر وبعد كده خدوك احتراف بقى من مدير موسم الحج، واخده المسؤوليه الكبيره. ايوه طب ده شيء كويس جدا. هي مسؤوليه كبيره صراحه. كلموني إيه؟ كلموكي قالوا لك بقى تروحي كلموني وانا هناك موجوده في قطر في اخر يومين وقالوا لي ان هم عايزيني في موسم الحج. طبعا احنا عارفين موسم الحج بنروح زي الايام دي قبليها باسبوع ولا حاجه او 10 ايام، ولكن هم قالوا لي ان هم محتاجيني من فبراير. يعني انا متواجدت قبل موسم الحج بخمس شهور او ست شهور. عشان تبداوا عشان تبداوا تامنوا الاكل وكل تفاصيله للحج. خمس شهور قعدتيهم في المملكه. خمس شهور غير بتشتغلوا على ايه بقى؟ يعني بتبداوا تعملوا ايه؟ هو كان يعني لما قالوا لي ان احنا هم محتاجيني قبل موسم الحج بفتره عشان التدريب خاصه، يعني اهم حاجه عندهم كان ان انا ادرب جميع الناس اللي هتشتغل في المواقع اللي كنا هنبقى مسؤولين عنها عن قواعد سلامه الغذاء. عشان هنحط كمان ورش التدريب ما كنتش متخيل ان الموضوع يعني محتاج كل ده. ورش تدريب و طبعا ورشه تجويد خدمات التغذيه والاعشاب لضيوف الرحمه. كملي حضرتك. فكنا فدربت عدد كبير جدا، يعني وصل كان خلال الخمس شهور دول دربت اكتر من 1000 حد، يعني شيفات وناس اللي هم بيتعاملوا مع الاكل بشكل مباشر. دربتهم على قواعد سلامه الغذاء، وكمان ساهمت في ان انا عملت سيستم خاص بالتقييم. لان في المطابخ اللي هم بيسموها مطابخ الاعاشه اللي هي بتجهز وجبات الحج، كل مطبخ هياخد بقى عدد قد ايه، هيبقى مسؤول عن انهي موقع. فعلى اساس التقييم ده بدات اعمل لهم السيستم التقييم اللي هتقيم عليه مطابخ الاعاشة. طب ايه اكبر تحديات بقى بتواجهوها في هذه القصه؟ طبعا كتير. يعني اكتر حاجه مثلا العدد، مثلا العدد. ان الناس كلها من جنسيات مختلفه بعادات غذائيه مختلفه. درجه الحراره طبعا. الوقت الضيق لموسم الحج. يعني مثلا الفيديو ده انت بتعملي ايه؟ بص كده. ده الفيديو الاولاني ده جهاز انا كنت بستخدمه عشان اقيس اشوف درجه عدد البكتيريا اللي موجوده على السطح. عشان اشوف النظافه والتطهير. تاني جهاز ده الجهاز. اوكي. ببدا اشوف عدد البكتيريا كام. بشوف بقى ده اتنظف واتطهر بشكل كويس ولا لا. ده في مواقع بقى، في اوتيلات وفي المواقع نفسها، في منى وفي الخيم، كل ده انتوا مسؤولين عنه؟ في كل من الاوتيل خيمه منى عرفه، في كل الاماكن. في الشارع انا بشوف. طبعا. طبعا. وفي الجهاز التاني كنت بقيس درجه حراره الاكل عشان اتاكد هو الفيديو ده. وكل بلايين الوجبات دي بتقدم دي لازم بالاول يتكشف عليها. طبعا. والله. وسيستم ورقي بيراقب كل خطوه ورق. ومشرفين وخطوه اولى وخطوه ثانيه وناس مسؤوله عن كل خطوه ومراجعات. لا في جيش كامل. عشان طبق ده يتحط قدام حد في جيش كامل. جيش وراه. لا جيش بمعنى جيش. عشان يقدر نتاكد ان الطبق ده سليم واللي هياكله مش يعني مش هيجرى له حاجه. طب معلش في سؤال برضو منطقي جدا، ازاي بيقدروا ينقلوا الكميات الضخمه دي من الاكل من غير ما يبوظ في درجات الحراره دي في الزحمه دي للمواقع المختلفة؟ يعني يوم عرفة ده بيعملوا ايه مثلا؟ ده بقى مستهد. واحدة من يعني ده برضو من ضمن الحاجات اللي كنا بنشرف عليها. انا بيجيلي المواد الخام اللي هي اللحوم النية والخضار والحاجات دي كلها، طبعا كلها بتتنقل في عربيات مبردة مجهزة، ومفروض انا استلمها وابتدي وانا بستلم ابدأ افحص درجة حرارتها واشوف حالة الاكل من هو لسه اكل ما يعني ما اتطبخش عشان اشوف انا هستلمه ولا لا. عشان يدخل المطابخ اطنان بقى بتجيلي اطنان في وسط الزحمه. حضرتك اكيد شفت الطرق بتبقى عامله ازاي، فانا مفروض اتابع اشوف الحاجه فين درجه الحراره. الناس بتقف في الشارع وبيبقى الناس كلنا بنفرش في الارض بقى ما فيش. لا الحاجه ما فيهوش رسميات خالص. مفيش رسميات، كلنا بتبقى قاعده في الارض، اللي قاعده رصيف تحت شجره تحت ظليله. وهو ده حلاوته بصراحه. طبعا شعور جميل، ربنا يكتبه للناس كلها يا رب. يعني فكمية حضرتك. فطبعا متابعة العربيات انها تدخل وبتيجي بنسكنها بقى في وحدات التبريد المتواجدة عندنا، غرف تبريد وتجميد كاملة. وطبعا بنقيس درجة حرارتها تقريبا كل ساعة عشان نتأكد ان هي عند درجة حرارة سليمة. ان مثلا ظروف يوم عرفة بتبقى يوم عرفة من اصعب ايام الحج. يوم عرفة عشان حضرتك شفت الموقع بيبقى عامل ازاي. هو كمان عشان اجراءات السلامة ممنوع استخدام غاز، ممنوع استخدام كهرباء.
فالطبخ في عرفه بيبقى على الحطب، اكيد حضرتك شفت ده في كل المواقع. الاف الخيام انت بتشوف خيام ممتد الى ما لا نهايه. بالظبط. ومفيش اماكن تشتري منها انت. كل مكان مسؤول، يعني الحمله مسؤول ان هو توفير الوجبات للناس اللي جايه معاها. فطبخ الوجبات ده بقى بيتم في المطابخ وبتبدا تتقدم. طيب هنروح فاصل سريع، ولا برجع برضو عايز اعرف من انتوا برضو بتقدموا خدمة لجنسيات مختلفة كتير. انا مثلا الموقع كنت فيه كان فيه 140 جنسية. ايوة. فكل واحد بعادات اكله، في حاجات ما بيكلوهاش، وفي صحيح. ناس فيجيتيريان، وفي قصص مواويل بقى، عادات غذاء العالم.